سيدة من بنسلفانيا تقود عارية. الشرطة من كيوستن ستات ضبطت سيدة عارية تعتلي زجاجة ويسكي. كانت جوستن كينغ تقود سيارتها في الساعة 11 ليلا عندما فتحت زجاجة ويسكي وبدأت تشرب، من ثم اصطدمت بسيارة عند أحد التقاطعات، ذلك عندما اقترب منها الشرطي جوشوا ستانغا فرأى زجاجة الويسكي وثيابها ملقاة في أرض السيارة. عندما سألها الشرطي عن الحادث أنكرت المسؤولية تماما ورفضت طلبه بالخروج من السيارة، وعندما هسترت قام الشرطي بسحبها من السيارة بقوة، من ثم اصطحبها لإجراء فحص الدم الكحولي، لكنها استطاعت أن تحطم نافذة السيارة والهرب. ستحضر كينغ محكمة بعد شهر، نتمنى أن تكون قد ارتدت ثيابها حتى حينها. فما رأيكم أنتم يا أصدقائي؟